تيتاتو تيتاتو البرنس بينرفزو. لا يا استاذ انا كنت فاكرك احسن من كده. احسن ازاي بس يا برنس؟ كنت فاكرك زي ما انت شاطر في الامور التجاريه شاطر برضه في الامور العاطفيه. طب بس اهدى اهدى وهدى اعصابك يا برنس. تعال اقعد على مكتبك يا حبيبي. تعال تعال اقعد اقعد على مكتبك. مش مكتبي اقعد. فهمني بقى نورني اعمل ايه؟ افهمك ونورك ازاي وانت واقف لي كده؟ اقعد. نعم اقعد. حاضر حاضر. انت يا افندي مش رايح لها البلد عشان تمحو لها باللي في قلبك؟ ما قلتلهاش ليه؟ انا قلت لك يا برنس الست مش حتى دخلت بصينية الشاي وانا لسه حبوح لها. ماشي ما استغلتش ليه الفرصة التانية؟ فرصة تانية ايه؟ وهي راجع معاك في العربية يا استاذ من الكفر لحد هنا ليه ما قلتلهاش اللي في قلبك؟ في الذنب يا برنس؟ ما هي فضلت نايمة طول السكة لحد ما دخلنا مصر. عايز نصيحتي؟ ايوه اتفضل قولها. ابعد حبة زيد محبة. اصرف نظر على الموضوع ده كله خالص وخلينا نركز بقى في شغلنا المتلتل ده اللي بقالنا كتير ما اتكلمناش فيه. شغل شغل ايه يا برنس؟ وده وقته بحبها وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا برنس تقول لها. يا ابني انت هتعمل اللي فيها حليم حافظ؟ يا ابني مش مهم ان انا اعرف انك انت بتحبها، المهم هي تحس بده وتقول لها الكلام ده بنفسك. ايوه هقول لها الكلام ده بنفسي النهارده. هروح اقول لها الكلام ده. برافو عليك روح لها وانا واثق انها بتحبك قد ما انت بتحبها 10 مرات. تفتكر كده يا برنس؟ كده و60 كده. يا سلام يا محبوح. يا ما نفسي اشوفك وانت قاعد منور في الكوشه وهم بيزفوك ويقولوا لك اتمختار يا حلوه يا زينه. محبوح اديت اتوه. ها؟ ايوه يا برنس. انت سرحت؟ ايوه سرحت في الزفه والكوشه والعروسه. انا ماشي رايح لها. ايوه وحولها اني بحبها وفي قلبي ساكن حبها. هو الباب منين؟ افتح الباب يا عم مصطفى. تيتاتو الباب قفلوه. كل اشحط الفرخه دي كمان. يا امك كفايه بقى ده انا واكل فراخ دلوقتي لما قربتك اكل. يا ابني انا غرضت رم عظمك تلاقيك حبه عين امك ما بتدوقش الزفر ده في مصر خالص. الكلام اللي بتقوليه ده يا ام ده انا في مصر كل يوم باكل زفر، مره فراخ مره طعميه ومره سمك ومره فول ومرة لحمة. غريب. امال الراجل البحبوح ده اللي انت بتقول عليه وعايش عنده ده امال مش بتقول عليه بخيل وما بيوكلكش حاجه خالص؟ بخيل ده بيستخسر فيا بق الميه. الله. امال بتاكل فين الزفر اللي انت بتقول عليه ده؟ عند المدموزيل حنان الله يعمر بيتها. مفيش مره يا اما تقعد تاكل فيه الا وتعزمني اكل معاها. اما صحيح يا شحات انا ما شفتش بنيه اصيله زي الست حنان دي. ربنا يجعلها من نصيبك يا ابني. الكلام اللي بتقولي ده يا عم. يا واد انت فاكرني مش واخده بالي؟ واخده بالك من ايه يا عم؟ انا من زمان وانا حاسه بيك يا شحاته. ايوه انت حاسه بيا لكن هي مش واخده بالها مني خالص. ما هو المفروض عليك انت بقى انت تروح تخطبها. كلام ايه ده يا عم؟ عايزه نروح للمدموزيل حنان واقول لها انا عايز اخطبك كده خط لزق. الله وما تخطبهاش ليه؟ البنيه بتعزك ومش بعيد رخرة تكون مستنياك. لا 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 يا أم لا لا مش وقته. أمال أنت؟ أما تطلع النتيجة واخد البكالوريوس ساعتها أحس إن أنا مش أقل منها. اللي تشوفه يا حبيبي. أنا غرضي بس أفرح بيك قبل ما أموت وأشوفك جنب عروستك يا حبيبي. هيحصل يا أم إن شاء الله هيحصل. ما تاكل يا ابني أنت لسه أكلت حاجة؟ يا أم حرام عليك ده أنا واكل لغاية دلوقتي جعشتين فراخ. ربنا يوفقك يا حبيبي وينولك اللي في بالك يا رب.
بحبوح. ايه اللي موقفك قدام باب الشقة؟ لا انا كنت حضرب. تضرب مين؟ حضرب الجرس. مالك يا بحبوح في ايه؟ لا حنان يا بنت عمي، انا كنت عايز اكلمك في موضوع كده. موضوع ايه؟ موضوع مهم وكنت عايز اخد رايك فيه. ويا ترى الموضوع ده له علاقه بالشيء؟ انهي شيء؟ الشيء اللي واحنا في بيت ام شحاته كنت عايز تاخد رايي فيه ومع ذلك ما خدتش رايي. مظبوط، الموضوع اللي انا عايز اكلمك فيه يتصل بالشيء ده. طيب اجله شويه. لا ناجله ليه بس يا بنت عمي؟ لان انا دلوقتي مش فاضيه، لازم اروح السنترال اكلم باريس. ايه ده، هتكلمي مامتك؟ ايوه ايوه، بس الموضوع ده خطير ولازم نتكلم فيه دلوقتي. بعدين. لا ما هو اصل لازم نتكلم فيه دلوقتي علشان هو موضوع. بنت عمي هو ايه اللي بيحصل ده بس يا ربي؟ معقوله انا بحبوح ومش عارف ابوح؟ كل ما جبح لها تحصل حاجه تبوظ البوحان. كنت من اهل الخير يا امه. بيجامة فين؟ اهي. انت هتعرف امتى اني بحبك انت؟ امتى هتعرف اني بحبك؟ امتى 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 هتعرف اني بحبك؟ توكلنا على الله. يا سلام يا بحبوح، يا ما نفسي اشوفك وانت قاعد منور في الكوشه وهم بيزفوك ويقولوا لك برضو. انا غرضي بس افرح بيك قبل ما اموت واشوفك جنب عروستك يا حبيب.
والله عال عال على اخر الزمن انا اعمل قهوتي بنفسي. طيب طيب يا شحاتة ما وريتك. طيب طب عليكم السلام ورحمة الله. تعال يا نعم. تقدر تقول لي ما دخلتش انت على طول ليه؟ عايزني انا بنفسي افتح لك الباب؟ يا بيه ما هو ما معيش مفتاح. انت كل ما تغضب عليا تاخد مني المفتاح، ترضى عليا تديني المفتاح. خلاص ايه اللي انت شايله ده؟ سبت. انا عارف انه سبت. امال يعني قول له في ايه السبت ده؟ في خيرات الكفر كله، عسل نحل وفطير مشلتت وكم بط على كم وزه. كل ده هنا؟ مال تشكر بس ما كانش بيدعي لده كله، مش عادة كان كفاية بطاية واحدة. طيب دخلوا المطبخ عندك. ايه ايه دخلوا المطبخ ايه؟ ده حاجات امي بعتها المدموزيل حنان. بمناسبة ايه؟ بمناسبة نجاحها السنة دي. ايه ده؟ وانت ايش عرفك انها نجحت؟ لا ما هي بعون الله ناجحة، زمانها عرفت النتيجة بالتلفون. انت مالك انت تعرف ولا ما تعرفش؟ اتفضل خش خش اغسل المواعين. يلا 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 المطبخ كل الحاجة اللي جوه. حاضر. اعمل لي قهوة كويسة بدل اللي انت عاملها دي. عشان كده اتصلت بباريس امبارح بالتليفون. فرصة اطلع لها ابارك لها، وكمان علشان ابوح بالبحابان اللي مبحوح جوايا ده. انا هبوح بحبحان. يا بحبوح ألف ألف مبروك يا بنت عمي. متشكرة. اتفضل. عقبال الليسانس. متشكرة قوي يا بحبوح. إنما أنت عرفت منين حكاية نجاحي؟ الواد شحاتة هو اللي قالي، بس أنا زعلان منك يا بنت عمي. معقولة؟ معقولة شحاتة يعرف وأنا معرفش؟ في الحقيقة يا بحبوح أصلا نسيت أقولك. وإيه لازمة الكوريشة المتعلقة دي؟ دي زينة بقى لزوم المناسبة. لا معقول؟ مناسبة عظيمة زي دي تحتفل بيها هنا في الشقة؟ ما لاحتفل بيها فين؟ لا المناسبة اللي زي دي لازم نخرج لها. نخرج لها؟ أيوه يعني أخرج أنا وإنت نتمشى على الكورنيش نشرب حاجة ساقعة. لا يا بحبوح مفيش داعي. لا مفيش داعي إزاي؟ طب ايه رايك نروح النادي عندي بالليل؟ النادي بالليل منظره بديع. ولا انت عايز عمعوني لما يرجع يزعل مني؟ طيب يا بحبوح اللي تشوفه. كتر خيرك يا بنت عمي. استاذن انا. طب ما لسه بدري. لا معلش ان شاء الله الساعه 9 بالليل هعد عليكي علشان نخرج سوا ونتكلم. طيب. على فكره بقى هاكلك زر بطاطا عمرك ما كلتي. البدلة بيه. ها المكوي كوا كويس؟ بصراحة مش قوي. يعني هو يدوب كوا الكمان بس. كمان بس؟ ليه يا بني آدم؟ ليه؟ على قد فلوسك يا بيه، البدلة بتتكوي ب2 جنيه وانت مديني شلت. طب خلاص خلاص اسكت ما تتكلمش خالص. انما عدم المؤاخذة يعني حضرتك بتشيك كده ورايح على فين؟ رايح الشغل يا بني ادم، فيها حاجة دي؟ لا ابدا، يعني افتكرت انك انت هتطلع المدموزيل حنان عشان تبارك لها على النجاح. لا لا انا هطلع لها ولا انت هتطلع لها. بقى ده اسمه كلام ده؟ في يوم نجاحها ما نطلعش نقول لها الف مبروك؟ يعني خلاص يا بني ادم حبكت الليلة. اسمع اصل انا عايزك تفضل هنا في الشقه ما تتحركش علشان في واحد صاحبي هيكلمني مكالمه تليفونيه هامه من بره. من بره منين؟ من الصاله يعني؟ هتبي صوابع في عينيك يا بني ادم. من بره يعني من بلاد بره من الخارج.
يوم من انهي بلد في بلاد بره في الخارج ماهم كتير. ده واحد صاحبي زنجباري هيبلغك رساله تليفونيه هامه عايزك تكتبها. هو هيكلمك بالزنجباري انت تكتبها بالزنجباري. مش ده المهم، المهم انك تحسن خطك. احسن خط؟ اذا كنت انا ما اعرفش زنجباري اصلا ابي ايه احسن خط فيه ازاي؟ يا بني ادم يا بني ادم اعرف قيمه نفسك. هتلاقي اول ما يكلمك في التليفون الزنجباريه جت على طول. يلا 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 مع السلامه. يعني حبكت وبالزنجباريه كمان. مساء الخير يا بنت عمي. اهلا يا بحبوح. ها جاهزه؟ لا انا لسه مش جاهزه. لا مستنيه ايه؟ بسرعه علشان ما نتاخرش. طيب بقول ايه، مش كنا ناخد شحاته معانا؟ شحاته؟ ايوه انا قلت له يرجع مخصوص بدري النهارده من البلد علشان نحتفل سوا بالمناسبه دي. مش معقول دلوقتي اخرج واسيبه. لا اهو شحاته نايم. نايم؟ ايوه اصله جه من الكفر تعبان وهمدان فنام وما رضيتش اصحيه. انا صحيت. شنت يا فالح. هديتك اهي كده برضه يا بحبوح بيه. تسيبني نايم وتطلع انت عشان تبارك المدموزيل حنان لوحدك؟ اصلي ما حبيتش ازعجك. يلا يا شحاته جهز نفسك علشان تنزل معانا. انزل معاك وروح فين؟ اصل بحبوح عازمنا على حاجه ساقعه وبطاطا بمناسبه نجاحي. بطاطا؟ بطاطا يا بحبوح بيه؟ بقى المدموزيل حنان على سن ورمح يوم نجاحها تتعزم على بطاطا؟ معلش يا شحاته كله كويس. اه لو الحاله متيسره شويه كنت عزمتك في اجدعها مطعم. ما انا ناوي اعمل كده يا بني ادم، انا ناوي اعمل كده. انا الاول بس قلت اكلها البطاطا وبعدين ابقى اعشيها في النادي. حرام عليك حرام عليك، حاولتني. اذا كان فيها عشاء في النادي مفيش مانع اجي معاكم. ايه رايك يا حنان في النادي بتاعنا بالليل؟ ها لا وفي ترابيزات وكراسي وشوفي مع اننا بالليل انما تلاقي ناس برضو لسه قاعده، منظره بديع مش كده؟ ظريف. لا حنان انا كنت قلت لك ان عايز اقول لك على حاجات جوايا وجات اللحظه المناسبه عشان اقولها. حنان انا عايز اقول لك ان انا احنا مش هنمشي بقى عشان نروح ناكل بطاطا. بطاطة ايه ودورة ايه؟ اتفضل عايز تاكل بطاطا روح انت كل بطاطا، انا مش هاكل بطاطا. وفي واحد بيبيع بطاطا معسلة قوي في بنها، روح هات من عنده البطاطا. احنا هنهزر يا بحبوح بيه، انا فعلا جعان وعايز اتعشى. اتفضل انده للجرسون يجي علشان نقول له عايزين ناكل ايه. لا الاحسن كلنا نروح هنا. لا 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 يا حنان يا بنت عمي، اصل احنا لو رحنا هناك لسه عمل الجرسون ما نندهله ونقول له عايزين ناكل ايه هياخد وقت، انما لما شحاته يروح دلوقتي يندهله ويجي نقوم احنا نقول له ناكل ايه فهو يروح يبقى حضر الاكل قبل احنا ما نروح. اتفضل. يا سلام. اروح يا مدموزيل حنان؟ روح يا شحاته. روح يا شحاته؟ قالت لك روح يا شحاته، روح يا شحاته. خلاص خزقت عينيا، روح 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 اروح. منظره بديع النادي. حنان انا دلوقتي بس اقدر ابوح لك باللي جوايا. حنان انا عايز اقول لك ان انا لاول مره انا عاوز انام. سيبي الشاكيته سيبي الشاكيته، ما تنامي ولا ما تناميش، انا مالي. بحبوح هدي اعصابك شويه. هدي اعصابي ازاي؟ ما انت شايفه كل ما باجي بحبح بالبحبحه اللي جوايا حد يجي. انت عايز تبوح بايه بس يا بحبوح؟ عايزه ابوح ازاي وانت واقفه سقفه؟ طيب يا دادا المطعم هناك، روحي واحنا جايين وراكي هناك. اشمعنى دي اللي سمعتيها؟ حنان انا دلوقتي بس اقدر اقول لك كل الجرسون بيقول اللي عايزني يجيني انا ما بروحش لحد. محدش بيرد، الجدع ده راح فين بس؟ واضح ان نفسك مفتوحه للاكل قوي يا شحاته. سيبه على راحته يا ستي، وانا قلت حاجه ياكل. الحمد لله. اطلب لنا بقى الحلو. حلو؟ انت لسه فيك نفس تاكل حلو يا شحاته؟ انا بقول نقوم نروح بقى. الظاهر كده نروح يا متر.
تحت امرك يا بيه. الحساب لو سمحت. دقيقة واحدة اجيب لي سيادتك الشيك. شيك؟ أول مرة أعرف إن المطاعم هنا بتأكل بالشيكات. أنا شخصياً ما بمضيش على شيكات، إنما أمضي على كمبيالات وبس. شيك يعني فاتورة الحساب يا شحاتة. صحيح؟ آه؟ آه. أول مرة أعرف اللي يعيش ياما يشوف. اتفضل يا بيه. وريني كده أما أشوف. إيه الحق يا بحبوح بيه؟ ده كاتب لك نمرة التليفون. التليفون يا شحاتة وده وقت هزار. يقول لك كاتب لي نمرة التليفون. مية. شوية مية. مفيش حاجة خدنا بتجيلي. عن إذنكم. الكلام اللي في الفاتورة دي جد ولا هزار؟ طبعا جد. جد يعني الحساب 150 جنيه. نعم، اربع حتت لحمة وشوية رز ب 150 جنيه. هي دي الاسعار. في حاجة يا بحبوح؟ لا يا حبيبتي، اصل هنا الاكل رخيص قوي. تخيلي كل الاكل اللي احنا كناه ده واللي شحاتة كانوا معانا ب 150 جنيه بس. اتفضل. اتفضل. 150 جنيه دول اللي مكتوبين فوق بس، انما في 12.5% خدمة. البيه بيتكلم مظبوط. في 12.5 خدمة تضاف على الفاتورة. الفاتورة. ايوه. يطلعوا كامل 12.5. 12 ما مكتوب عندك اهو، وريني. يبقى الحساب كله 167.5 جنيه. ادفع يا راجل، حد واخد منها حاجة؟ حاضر. ادفع. حاضر، انا ناقصك. اتفضل. حسبي الله ونعم الوكيل. ان شاء الله تكون اتبسطت يا بنت عمي. انا متشكرة قوي على العزومة الحلوة دي يا بحبوح. عزومة ايه بس يا بنت عمي؟ وبعدين هو انا صرفت ايه؟ ده كل الحكاية دوبك بتاع 340 جنيه بس. ايه الصوت الغريب ده؟ دول راحوا في سبع نومة. هايل. دلوقتي بس يا بنت عمي اقدر ابوحلك باللي جوه في قلبي. انت عايز تبوحلي بايه بس يا بحبوح؟ حنان. حنان يا بنت عمي، انا في الحقيقة لسه فاضل كتير على البيت. انت ايه اللي صحاك دلوقتي بس يا غبي؟ حاسب يا بحبوح، حاسب. حاسب. يا ساتر يا رب. يا لهوي. اقف يا بحبوح، بقول لك اقف. اقف ده ايه؟ انت عايزهم يمسكوني؟ ما هو كله منك. حد يبقى سايق العربية وبص وراه بدل ما يبص قدامه. اساسا ايه اللي معاك هنا؟ اتفضل خش جوه في المطبخ. انت جرالك ايه يا بحبوح؟ هتطلع غلبك في شحاته؟ هو دايما كده، حاطط نقره من نقري بسبب ومن غير سبب. بحبوح بطل عصبيه واقعد عشان نفكر كويس. فكر ازاي ونقعد ازاي يا بنت عمي؟ لو الولد اللي انا خبطته بعربيتي ده مات يبقى انا اللي هخش السجن. طلعت على ايه يا شحاته؟ على بحبوح بيه طبعا، مش بني ادم ده اللي هيعدموه. ان شاء الله انت. بحبوح متهيألي مفيش داعي للتوتر والعصبية اللي احنا فيها دي، نقعد ونفكر بهدوء هنعمل ايه في المصيبة دي. ودلوقتي ايه هو الحل يا بنت عمي؟ اولا وقبل كل شيء لازم نعرف الولد اللي خبطته بالعربية حصل له ايه. ها؟ طب واحنا هنعرف اللي حصل للولد اللي خبطته العربية ازاي؟ مش عارف. صباح الخير يا ريس. صباح النور يا ست هانم، يا مرحب، اهلا وسهلا. في الحقيقه انا ساكنه هناك في العماره اللي على الناصيه دي اللي هناك دي. قصدك العماره اللي فاتح تحتها ابراهيم الترزي؟
هي بالظبط. يا الف مرحبا يا ست هانم. الله يخليك. اهلا وسهلا. انا امبارح كنت واقفه في البلكونه حوالي الساعه 10 ونص كده، وسمعت صوت حادثه هنا قدام بيتكم. كانت عربيه ملاكي خبطت الواد محمود ولدي وهو بيلعب بالعجله بتاعته هنا. يا خبر، وحصل له حاجه؟ اتخبط في دراعه، وديتها للدكتور جبسها ليه وقال لي بعد يوم ولا اتنين يتخف. طب معلش، يعني سليمه الحمد لله. الحمد لله. طب ممكن تنده لي ابنك سلم عليه؟ يا بنت الاصول. حاضر. يا محمود، يا ده محمود. ايوه تعالى. يا ست هانم. هو ده ابنك؟ ايوه يا ست هانم. اهلا وسهلا. دراعك بيوجعك قوي؟ يعني شويه. طب معلش، بكره انت بكره هتخف وهتبقى كويس جدا. طب سلام عليكم بقى. لا يا ست هانم، لسه بدري. راح فين؟ معلش بقى، معلش. سلام عليكم. انا اعمل شاي. انا اسف على الخبر الوحش اللي جاي اقوله لك ده. خبر ايه؟ بحبوح ابن عمك. ماله؟ مطلوب حيا او ميتا. مش فاهمه حاجه. اقعد وفهمني. قبل ما اقعد اقرا الخبر اللي منشور في الجرنان ده. مجهول يصدم طفلا بسيارته ويفر هاربا. يبحث رجال الشرطة عن سيارة مجهولة صدمت هذا الطفل صاحب الصورة المنشورة، وقد وقع الحادث في ساعة متأخرة مساء أمس. إيه علاقة بحبوح بالحادثة دي؟ إيه علاقته إزاي؟ مش هو ده الواد اللي خبطه امبارح بحبوح بالعربية؟ طبعاً لا. طبعاً لا؟ أيوه، الولد اللي بحبوح خبطه بعربيته امبارح ملوش أي علاقة بالولد اللي منشورة صورته دي. أنت متأكدة من الكلام ده؟ طبعاً متأكدة. أنا النهاردة الصبح رحت بنفسي مكان الحادثة وقابلت الولد اللي بحبوه خبطه بعربيته، ولقيت دراعه متجبس. غريب بقى، الواد اللي منشوره صورته دي خبطته عربيه تانية خالص غير عربيه بحبوح. مدموزيل حنان، يا مالها ساهمت مره واحده كده ليه؟ مدموزيل حنان شحاته. نعم. اما جت لي حته دين فكره انما اتجن. فكرة ايه ان شاء الله؟ فكرة هتخلينا ناخد من بحبوح كل الفلوس اللي احنا محتاجينها للوحدة الصحية. وايه دخل حادثة العربية في الوحدة الصحية؟ انا هقول لك، بس فتح ودانك واسمعني كويس. متأكدة ان الولد اللي منشورة صورته في الجرنان ده هو نفسه الولد اللي انا خبطته امبارح بعربيتي؟ طبعا متأكدة يا بحبوح. بقولك أنا روحت المكان اللي حصلت فيه الحادثة بنفسي، وقابلت أبو الولد وشفت الولد وهو سايح في دمه. ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. وأبو الولد بيشتغل إيه؟ أبو الولد بيشتغل بواب. وقدمت نفسك لأبو الولد بصفتك إيه؟ ابدا، انا قلت له ان انا ساكنه في نفس الشارع واني شفت الحادثه، ولولا ان انا قلت له كده ما كنتش قدرت اجرجره واعرف منه ايه اللي حصل للولد. وابو الولد قال لك ايه اللي حصل للولد؟ ابو الولد قال لي ان الدكتور قال ان الولد بعد الحادثه سببت له في ارتجاج في المخ وتهتك في النخاع الشوكي وحول في العينين ولغط في القلب. يا ساتر يا ساتر يا رب، كل ده يحصل للولد من حتة خبطة؟ شاي احطه عندك. ايه اللي قعدك دلوقتي يا بني ادم؟ اتفضل اتفضل، قوم. عايز اتكلم شويه مع بنت عمي لوحدنا. اقوم يعني ايه يا بحبوح بيه؟ وانا مش كنت معاكم وقت وقوع الحادثه للولد؟ لازم اعرف ايه اللي هينتهي عليه الموضوع ده ان شاء الله. كلام شحاته مظبوط، لازم يقعد معانا يمكن يفيدنا بفكره او برأي في حكايه الولد وابو الولد. اللي تشوفيه يا بنت عمي. المهم دلوقتي كملي كلامك عن حكاية أبو الولد. قال لك إيه أبو الولد عن ابن الولد؟ أبو الولد قال لي إن الدكتور قال إن الولد لازم يتنقل لمستشفى فوراً علشان هتتعمل له عمليات جراحية، بس للأسف أبو الولد ملقاش ولا سرير فاضي في أي مستشفى حكومي علشان الولد. يبقى الحل الوحيد بقى بحبوح بيه في حكاية الولد وأبو الولد ان احنا نساعد ابو الولد انه ينقل الولد الى مستشفى خصوصي عشان يهتموا بعلاج الولد. فعلا يا شحاته، الولد لازم يتنقل لمستشفى خصوصي،
بس ده هيكلفك كتير قوي يا بحبوح لانك هتصرف على الولد. ها؟ يكلفني انا ليه؟ طب وانا مالي؟ انت مالك ازاي يا بحبوح بايه؟ الله، مش انت السبب في اللي حصل للولد المسكين ده؟ انت تسكت وما تتكلمش خالص، انت فاهم ولا لا؟ يسكت ازاي يا بحبوح؟ الولد عنده حق، الشحاتة عنده حق، الولد تخبطه بعربيتك وعايز كمان ما تنقص حياة الولد؟ وما تنساش جنابك ان الولد ده لو مات جنابك هتخش السجن بتهمة قتل الولد. اي ولد معرض لكده وده اسمه قتل خطأ. قتل خطأ ولا مش خطأ هو قتل. وما تنساش كمان ان سعادتك لما عملت حادثة الولد كنت سائل عربية بدون رخصة. مظبوط، الرخصة اتسحبت مني بعد حكاية التاكسي اياها. وده طبعا هيسوق موقفك في قضية الولد اكتر واكتر. ده في حالة الولد لو مات، لكن بقى جنابك لو صرفت على الولد لحد ربنا ما يكتب له عمر جديد هتنقذ نفسك من المصايب دي كلها. طيب سيبوني، سيبوني افكر دقيقة في حكاية الولد. يعني مطلوب مني كام مبدئيا علشان الولد يتعالج وابو الولد ياخد الفلوس يعالج بيها الولد؟ مبدئيا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه حته واحده يا دوبك يا بيه، بس اياك يقضوا مصاريف علاج الولد والعمليات اللي هتتعمل للولد والنزول في مستشفى خصوصي وعمليات جراحيه هتتعمل عشان الولد. طيب هتاخد مني بالفلوس لابو الولد؟ قلت ليش مين اللي هيودي الفلوس لأبو الولد؟ دي حاجة بسيطة قوي، أنا هروح لأبو الولد بنفسي واديله الفلوس وأقول له إن أنا قررت أعمل خير وأصرف على علاج الولد على حسابي. لا لا، أنا بقول أروح أنا لأبو الولد وأقول له خد الفلوس دي عالج بيها الولد. لا 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 لا، حسك عينك تهوب ناحية أبو الولد. ليه؟ لان ابو الولد عارف شكلك كويس، لما حصلت الحادثه دقق كويس قوي في اللي كان سايق العربيه، وطبعا كنت حضرتك. وهو ابو الولد اللي قال لي كده؟ ايوه قال لي كده، وقال لي كمان انه مصمم ياخد بطار الولد منك ولو شافك هيسيح دمك. طب وانت هتروحي له لوحدك؟ ايه ايه يا بيه، ايه تروح لوحدها ازاي يعني؟ يعني هتروح لابو الولد تقابل ابو الولد لوحدها ازاي؟ انا طبعا هروح معاها ورجلي على رجليه. طيب هجيب الفلوس. جدع. 6 7 8 9 10 10,000 جنيه بالتمام والكمال اهم يا عمدي. ويعملوا ايه 10,000 دول؟ ده الوحده الصحيه علشان تكمل وتجهز يلزمها على الاقل 60-70,000. ما هم دول دفعه اولى يا عمدي، وبعد كام يوم ان شاء الله هنحضر لك دفعه تاني. على العموم انت تشكري، قليل قوي لما الواحد يلاقي حد زيك كده منور وبيفكر في الناس الغلابه ويصرف عليهم من جيبه كمان. يا عمده الناس دول من بلدي، يعني اهلي واخواتي. ايوه مظبوط كده. دلوقتي اللي عليك انت يا عمده بقى انك انت تشوف لنا مقاول تتفق معاه يبدا عمليه البناء من بكره. من بكره هجيب المقاول والمقاول يجيب الانفار ونبتدي شغل على طول. الشاي يا مرسي. والله والله منوره. كنتوا فين؟ كنتوا فين من الصبح يا بيه؟ استنى علينا بس لما ناخد نفسنا. ايه انتوا تعبانين كده ليه؟ تعبانين وبس، قول هالكنين. ليه؟ مش جايين من سفر؟ سفر؟ قصده يعني ان احنا ما كنا في المستشفى، مشوارها بعيد قوي زي مشوار السفر. ايوه مظبوط، انا كان قصدي اقول كده يعني. المهم طمنيني، الولد عمل ايه؟ اتنقل المستشفى الخصوصي خلاص. الحمد لله، يعني الولد دلوقتي راح مستشفى خصوصي. طيب اديت الفلوس لابو الولد؟ طبعا، امال يعني كان هيدخله مستشفى غاليه زي دي ازاي؟ دي الليله في المستشفى ب 150 جنيه، مش كده شحاته؟ ايوه مظبوط، 150 جنيه و17 قرش. خلاص خلاص، مش ده المهم، المهم الولد حالته دلوقتي زيها. ما خبيش عليك يا بحبوح، الولد حالته سيئه جدا ورقت في المستشفى بين الحياه والموت. ده غير البوليس، غير البوليس اللي ملغم جوه المستشفى. بوليس؟ بوليس عشان ايه؟
ما هو كان لازم البوليس يجي علشان يسأل أبو الولد عن العربية اللي خبطت الولد. نفسهم ومون عينهم يعرفوا المجرم المستهتر اللي ما عندوش قلب ولا ضمير اللي خبط الولد. ما تقولش مجرم. وأنا اللي بقول، هم اللي بيقولوا. مصيبة، مصيبة لا يكون أبو الولد خد نمرة العربية اللي خبطت الولد. ما تخافش يا بحبوح، ربنا هيستر إن شاء الله. الدكاترة قالوا إن الولد بعد ما يتعملوا العمليات جايز تعدي مرحلة الخطر. والعمليات اللي هتتعمل للولد هتتعمل إمتى؟ بكرة الصبح الساعة 8 إن شاء الله. وليك علي أول الولد ما يطلع من قط العمليات هبلغك بنتيجة عمليات الولد، وأقول لك على أبو الولد ناوي يعمل إيه في اللي خبط الولد. ألو، صباح الخير يا برنس. لا لا، النهاردة تعبان حريح في البيت. أقابلك بكرة إن شاء الله في المكتب. طيب، مع السلامة يا برنس. بقول لك إيه يا برنس، الساعة كم معاك دلوقتي؟ 11؟ بتقول 11؟ يبقى زمان العملية خلصت. عملية إيه؟ ألو ألو، الساعة 11 وحنان مش حتى ما كلمونيش. يكون الواد عمل العملية ومات. ده انا ابن ناس ومش حمل، مش حمل بهدلة السجن. لازم هم ازيك يا محبوب؟ خير يا بنت عمي. الواد شحاتة فين؟ شحاتة انا سبته في المستشفى. واخبار العملية ايه؟ قول العمليات اتعملت ونجحت؟ لسه. هو ايه اللي لسه؟ لسه نتيجة العملية ما ظهرتش. والنتيجة هتظهر امتى؟ بعد 48 ساعة. 48 ساعة؟ ايوه، الدكتور قال لي ان هم عملوا اللي عليهم والباقي على ربنا، ولما قلت له الولد عدى مرحلة الخطر ولا لسه؟ قال لي مش هيعرف غير بعد 48 ساعة. 48 ساعة؟ لسه قاعد 48 ساعة على أعصابي؟ ده على رأي المثل. أنا ابن ناس يا ناسي، بس الزمن قاسي. ايه رايك بقى يا استاذ هانم؟ ادي احنا رمينا الاساس اهو، وكلها كام اسبوع والوحده الصحيه تنور. اخيرا حلمنا ابتدى يتحقق يا شحاته. الفضل ربنا وليك يا مدموزيل حنان. على فكره يا ست الستات، انا فكرت باذن الله لما الوحده الصحيه تجهز وتكمل هسميها باسم حضرتك. باسمي انا؟ ايوه طبعا باسمك. هو اللي انت عملتها عشان الكفر ده شوية. اذا كنت عاوز تسميها يا عمدة سميها مستشفى بحبوح، بحبوح الفنجري. بحبوح؟ ويطلع مين بحبوح ده يا استاذ؟ بحبوح ده يبقى ابن عمي، وهو اللي بيصرف من جيبه على الوحدة الصحية. اصله راجل طيب، طيب قوي. طمنين طمنين يا بنت عمي. أطمنك على إيه؟ على حالة الواد طبعا. أنت قلت لي إن العمليات اللي هيعملها هتنتهي في خلال 48 ساعة، وال 48 ساعة عدوا خلاص. هو شحاتة ما قالكش؟ لا، شحاتة ما قاليش حاجة. يبقى خاف يقولك علشان ما يصدمكش. يصدمني ليه؟ هو جرى له حاجة؟ للأسف يا بحبوح، الحالة مش مطمئنة أبدا. الولد من ساعة ما خرج من المستشفى حالته وحشة جدا. يعني ايه؟ هيموت؟ الأعمار بيد الله يا ابن عم. يعني ايه؟ نصبر الكام يوم دول لحد ما نشوف هترسي على ايه، وربنا يجيب العواقب سليمة. يا بحبوح، بقالك 15 يوم ما عدتش المكتب. الله، في ايه يا جدع؟ ما تفهمني حصل ايه؟ ما حصلش حاجة يا برنس. لا ما فيش حاجة، بس أنا اليومين دول مزاجي مختل شوية. طيب، بشر أنت أعمال المكتب، وإن شاء الله لما أروح أبقى أجيلك. طيب يا برنس، مع السلامة. استرها معايا يا رب، استرها معايا. دفعة تانية؟ أيوه، العمدة قال النهاردة إن الدفعة اللي اديناها له خلاص خلصت. الدفعة التانية دي المفروض ندفعها له إمتى؟ في اي وقت ان شاء الله. بكره بكره بكره. اه ماشي يا شحاته، نجهز له بكره بالدفعه الثانيه اهو كده. لا
لا 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ تتجننت عشان تطلبي مني مبلغ زي ده؟ يا بحبوح بقولك النهارده الولد حالته سائد جدا، علشان كده الدكاتره قالوا لي ان لازم له عمليه تانية بسرعه. 20,000 جنيه؟ اصل العمليه مش هتتعمل في مصر. امال هتتعمل فين؟ هتتعمل في لندن. لندن حته واحده؟ ليه؟ هو رايح يتفسح؟ اصل يظهر المره دي العمليه خطيره جدا، علشان كده الدكاتره قرروا ان يعملها جراح كبير، وهم يعرفوا جراح كويس قوي في لندن. اسمه ايه الجراح ده؟ اسمه مايكل روبرت. مايكل روبرت ده حكم بيجيبوه في الماتشات من بره. انا مستحيل ادفع مبلغ كبير زي ده. من مصلحتك انك تدفع يا بحبوح، وانت عارف كويس ليه. قصدك ايه؟ قصدي ان حياه الولد تهمك، ولو جرى له اي حاجه انت اللي هتتحاكم وهتتحبس. البوليس مش هيقدر يوصل لي. ومين قالك ان انا هسكت؟ الولد ده لو مات انا هبلغ البوليس بنفسي. انت يا بنت عمي عايزه ترميني السجن بايديكي؟ ما هو يا بحبوح انا كمان ما اقدرش اخالف ضميري، اشوف الولد المسكين ده بيموت قدامي واللي قتله قاعد جنبي ولا همه. انت عارفه كويس ان انا ما كنتش اقصد اخبطه بالعربيه. والله بقى ما اعرفش قاصد ولا مش قاصد، هيبقى اسمه قتيل وانت قاتل، ومين عارف مش يمكن ابو الولد يحب ينتقم منك ويخترع لك اي قصه توديك حبل المشنقه. يخترع قصه يعني ايه يعني؟ يعني مثلا يقول ان كان في بينك وبينه عداوه قديمه وانت قتلت له ابنه بعربيتك عمدا. اسمع نصيحتي يا بحبوح، اصرف على علاج الولد المسكين ده. الولد ده لو خف وبقى كويس هتبعد عن نفسك مشاكل ملاش اول من اخر. طيب طيب يا بنت عمي. طيب. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا اما انتوا لسه ما خلصوش الاكل؟ حالا يا حبيبي حالا اهو. انا اللي بستغرب له بقى ازاي بحبوح ابن عمك ده يوافق على ان هو يدفع مبلغ كبير زي ده. بحبوح فاهم انه واقع في مشكله توديه السجن، وطول ما هو فاهم كده هيفضل يدفع لنا من غير ما يقول بم. اه كلامك مظبوط، وبالطريقه دي نقدر ناخد منه الفلوس اللي سرقها من شقتك. بس اللي انا مستعجب له اكتر بقى، انت ليه قلت للعمده يسمي الوحده الصحيه باسم بحبوح؟ انا ليا غرض من كده. وايه بقى غرضك في كده؟ لما الوحده الصحيه تتبني وتفتح ابوابها للعيانين، ساعتها هجيب بحبوح يشوفها، ولما اهل الكفر يشوفوه يعرفوا ان هو ده بحبوح اللي اتبرع لهم بفلوسه عشان يبنوا الوحده الصحيه، اكيد هيجروا عليه ويدعوا له. ساعتها يمكن بحبوح لما يشوف حب الناس يتغير ويعرف ان حب الناس اهم بكتير من حب الفلوس. قادر على كل شيء. يا اهلا يا بيه، نورت. الله ينور مخك يا اخويا. بحبوح من فوق. اه يا بيه، ده ما سابش الشقه بقاله جه شهر. كويس اول، انا جاي اشوف ايه الحكايه. كل حاجه عليا. هي دي كل الحكاية. يا سلام، حادثة عربية؟ هو ده السبب اللي مخليك معتقل نفسك جوه البيت ومش عايز تنزل؟ أعمل إيه يا برنس؟ ما أنا قلت أكيد البوليس بيدور على اللي عمل الحادثة، عشان كده قلت أستخبى. الله، أنت ما اديتنيش خبر بالحكاية دي. خفت. خفت يا برنس أقول لك تقع بلسانك قدام حد كده ولا كده، أروح أنا في 60 داهية. اخص عليك يا بحبوح، أنا أفتي سرك لحد يا راجل. اللي انت دهسته بالعربية ده صغير في السن ولا كبير؟ حوالي 10 سنين. تحب اوريك صورته؟ اه. ايه اللي جاب صورته عندك؟ ما هو كانوا نشروها مع الحادثة في الجورنال، ومن ساعتها وانا محتفظ بيه. اهو اهو الواد اللي انا صدمته اهو. وريني هاتي تاتو. الواد ده مستهيئ لي، شفته في جورنال النهارده. مصيبة لا يكون مات. انت قريت جورنال النهارده؟ لا ما قريتوش، عندك اهو. هاتي تاتو، مش بقول لك اهو، بص. اه؟ ده فعلا هو. العثور على صاحب السيارة التي صدم الطفل المعادي. عادي. بس انا عملت الحادثه في الدقي. كمل الكلام.
قد اعترف المدعو حسن عبد الرحمن بأنه هو مرتكب الحادث وتباشر النيابة التحقيق. معناه الكلام ده يا برنس؟ أكيد أتوه. قصدك إن مش هو ده الولد اللي أنا صدمته بعربيتي؟ بس علاب بنت عمي أكدت لي إن هو، علشان كده كنت بصرف على علاجه. أتيت أتو بحبوح بيستقردوه. بنت عمك بتستقردك يا ابن والدي. يعني حنان وشحاتة كانوا بيستغفلوني علشان أديله فلوس؟